المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج ضيوف القناة الأفريقي. في هذا اليوم نستضيف سعادة القائم بالأعمال في السفارة الإريترية في دولة ليبيا السيد محمد آدم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا محمد، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. قبل أن نبدأ بالسؤال، يمكن تعرف نفسك للمشاهدين أستاذ محمد؟ أولا في البدء الشكر والتقدير لكل من يقوم بهذا العمل الممتاز من خلال قناة القرن الأفريقي لربط الجاليات بسفاراتها، وذلك لتقوية وحدة الشعب الإريتري. وإن كان شعبنا في الواقع اللي موجود في المهجر لا يحتاج التوجيهات، لأنه دائما في الموعد، والأحداث تثبت هذه الحقيقة بتدامنهم مع حالهم في الداخل، بالذات بعد ظهور جائحة كورونا تلقائيا وبدون أن يطلب منهم. وبالفعل ما تقومون به محمد والقناة القرن الأفريقي واختياركم هذا التوقيت له دلالة خاصة. بالنسبة لسؤالك، الاسم محمد آدم محمد علي ياسين، مكان الميلاد زلة. درست ابتدائي في مدينة في مدرسة ترجيبو، وخرجت من إريتريا بعد المذبحة الأولى ترجيبو عام 76 إلى السودان، ومنها السعودية ومنها إلى ليبيا كانت دراسة. تخرجت من معهد الدراسة دراسات المالية تخصص محاسبة الدين. هذا بالنسبة لاستفسارك. شكرا أستاذ محمد. أنت تكلمت عن جائحة الكورونا، يمكن نرجع لهذا السؤال. أنت عارف اللي قاعد يحصل في العالم، نبدأ كيف الأمور قاعد تمشي في ليبيا بصفة عامة، وفي الجانب بين الإريتريين بصفة خاصة في ليبيا؟ يذكرون فعلا في ليبيا من وقت الآخر، رغم الجهود اللي موجود أحياناً تتحسن وأحياناً تكون مرتفعة الحالات، وفي اللي هو خلال يومين كان حظر كلي بمناسبة عيد الأضحى، وهذه الجائحة والوباء بالنسبة للأوضاع الصحية بالنسبة للمواطنين نتيجة هذا الوباء حتى هذه اللحظة لا توجد الحمد لله مصاب بين الإريتريين. ونحن بدورنا كلما صدر تعليمات من السلطات الليبية ننبه المواطنين أن يأخذوا حذرهم، وخصصنا لهم 3 خطوط تلفون مباشر لو حصل أي مكروه لا سمح الله. بالإضافة خصصنا لهم لموقع بالبريد الإلكتروني في موقع السفارة. وإريتريين بطبيعة الحال يا أستاذ محمد ملتزمين، وهذا يساعد تجنب المخاطر. حتى هذه اللحظة صراحة إريتريين نطمنكم الديار الإريترية في ليبيا بخير وتتمتع بصحة جيدة. ما شاء الله، الحمد لله على هذا الخبر الجميل. ممكن نرجع دحين في تاريخ الجالية الإريترية في ليبيا. الواحد يسمع تأسيس الجالية الإريترية في القاهرة اللي مشهورة في مصر، في دولة مصر العربية. ممكن تدينا نبذة عن تاريخ الجالية الإريترية في ليبيا، امتى تأسست وكيف تأسست؟ دور الجالية الإريترية في ليبيا صراحة هذا عنوان عريض والبحث يطول عنه، لكن سأحاول الحديث عنه باختصار مفيد. بدأ نشاط المنظمات الجماهيرية أثناء الكفاح المسلح في ليبيا بعد المؤتمر الأول للجبهة الشعبية عام 77 بمسمياتها 3: الطلاب، العمال، النساء. مثلا نأخذ الطلاب على سبيل المثال، تأسس في ليبيا أول تجمع طلاب للجبهة الشعبية كما كان يسمى في تلك الفترة، بناء لمؤتمر التأسيس للتجمع الطلابي للجبهة الشعبية الذي عقد في الكويت عام 77، حيث شارك ليبيا في ذلك المؤتمر في يتمثل بوضع عنده وفتيد، وأول فرع تأسس
بعد مؤتمر الكويت كان التجمع الطلابي للجبهة الشعبية فارغ ليبيا. ثم تحول التجمع الطلابي للجبهة الشعبية إلى الاتحاد الوطني لطلبة إريتريا فارغ ليبيا بعد انعقاد المؤتمر الأول للاتحاد الوطني لطلبة إريتريا في شهر نوفمبر 78 في الأراضي المحررة. وهنا لو أعطيتني فرصة أريد أن أشير إلى تاريخ مهم لو عندك. لا عندنا وقت كافي أبشر. كويس. الكادر في الجبهة الشعبية المتمثل في الاتحاد الوطني لطلبة إريتريا فارغ ليبيا بالصدق لو تحدثنا عنه ساعات وساعات لا نستطيع أن نفهم حقيقة هذه حقيقة. كانوا جنود مجهولين يعملون ليل النهار لتنظيم الجماهير وتأثيرها دون أن تكون لهم أي مزلة تحميهم، لأنه كما نعلم الجبهة الشعبية لم يكن لها مكتب في ليبيا في تلك الفترة. كل طالب كان يستخدم حجرته خاصة كمكتب. من هنا بدأ التحدي، ومصدر هذه التحدي والعزيمة والإصرار هي قوة الجبهة الشعبية. أيضا هناك طلبة جمدوا دراساتهم لمدة سنة أو سنتين تطوعا للاستحاق بالخدمة الوطنية في الأراضي المحررة، وهذا كان له أثر كبير من خلال المساهمة في عملية التعليم وأنشطة أخرى، وهنا حديث يطول في هذا المجال. أما بالنسبة للعمال، كان جينا في العمال، بالنسبة للعمال تأسس الاتحاد الوطني للعمال إريتريا فارغ ليبيا في بعد المؤتمر الأول الذي عقد في الأراضي المحررة 79، كان وقتها أعداد قليلة ولكن كان دورهم فعال أثناء الطرح المسلم، والعدد تضاعف بعد أن انتقلوا الطلاب الكرديين وانضموا إلى فئة العمال. ولهذا العامل الإريتري يعني تضاعفت مهمته في ليبيا. أول قرار تم اتخاذه من خلال المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للعمال إريتريا فارغ ليبيا أن يقوم كل عامل بتحويل مرتب شهر سنوياً من العملة الصعبة لصالح التنظيم. هذا بالنسبة للعمال، وهذا قرار أصبح قدوة لباقي المنظمات الجماهيرية في الخارج، أن شعار الاعتماد على الذات تم تطبيقه قولاً وفعلاً. هذا بالنسبة السابق. أما الآن صراحة نتيجة للوضع العام في ليبيا، معظم المواطنين القدام طبعا قادروا ومن تبقى منهم يقومون بواجباتهم اتجاه وطنهم وشعبهم، ومساهمتهم في كورونا دليل على ذلك بالرغم من الصعوبات في الحياة اليومية وعدم وجود العمل نتيجة الظروف التي تمر بها ليبيا في الوقت الحالي. أما إن كان جينا في دور النساء، دور النساء صراحة كان دور عظيم من دون الجاليات في ليبيا قبل التحرير وبعد التحرير، وكان عندهم نشاط مختلف. كنا طبعا يساهمنا في التبرعات مع عمال، وبعد المؤتمر الوطني انعقد في الأراضي المحررة عام 79 عقدت المرة الإريترية مؤتمر أول في ليبيا، انطلقت في العمل السياسي هنا، ساهمت في توطيد العلاقات مع اتحاد المرأة الليبية، وكانت تساهم في ندوات التي تهم بشؤون المرأة الليبية، ثم كانت تقوم بمشاركة المحارب وتعكس النداء الإريتري والتراث حتى عن هذا النشاط حتى عام 2010 كان مستمر. ولكن للأسف حتى هذه اللحظة بالنسبة للنساء نستطيع أن نقول لا يوجد اتحاد المشروع في الوقت الحاضر. شؤون الطلبة كيف كان مثلا؟ أوكي كمل. نعم لا كملت أنا. أوكي شؤون الطلبة في ليبيا مثلا في السابق، المنح والسكن كيف كان؟ يعني هل كان يكفي للطلبة؟ هل كان عدد كبير من الطلبة يجون بالمنح، أو ناس كانت تجي مثلا أشخاص كده يجوا بدون منح؟ كيف كان القبول الدراسي بالنسبة للإريتريين؟ بالنسبة للقبول طبعاً، والمنحة كما تعلم بالنسبة للدراسة، بالنسبة للمنحة طبعاً المنحة الدراسية بدأت طبعاً عام 1969 أيام الملك بالنسبة للمنح خلي يعني كليبيا بالنسبة للإريتريين يعني كمنحة دراسية. أول دفعة أولى كانت سنة 1969 على طبعا هذا كانت ايش كانت تاتي كانت تمنحها الدوله الليبيه بالنسبه للإريتريين. هذا نقطه. بعدها في السبعينات
الأعداد تضاعف والمنح كانت تجي عن طريق عن تنازيم من ضمن قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية وحتى جبهة التحرير. تلك المرة طبعاً الجبهة الشعبية ما كان عندها مكاتب وجبهة التحرير وطبعاً كان عندهم مكاتب بطريقتهم كان يجيبوا ناس. والجبهة الشعبية برضو في الأوان الأخيرة سنة الثمانينات جابت مجموعة. وبالنسبة للسكن طبعاً الطلاب كانوا أقسام داخلية من قبل الحكومة الليبية كانت توفر لهم كل ما يلزم سواء كان من المأكل سواء كان من المأوى. وهذا بالنسبة بصفة عامة بالنسبة يعني لأعداد الطلبة. بالنسبة لأعداد الطلبة صراحة ما أقدر يعني أعطيك رقم دقيق لكن يتجاوز الألف وما يزيد بالنسبة لي بالنسبة للطلبة. في إنجازات مثلا تذكر التي هي في أذهان الطلبة من الطلبة نفسهم؟ هل في إنجازات مثلا تذكر كده إنجازات كبيرة من الطلبة في اللي تخرجوا من ليبيا مثلا؟ شو وين يعني في الداخل مثلا؟ الطلبة في ليبيا يعني طلبة ليبيا مثلا لو في بعض الطلبة عندهم إنجازات تذكر حتى الآن مثلا واحد منهم هو الشاعر الكبير كان عندنا في ليبيا المرحوم ويمكن في 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 الكتابات أو في تاريخ أو في النضال. هل في ناس تذكر مثلا من طلبة ليبيا إنه وصل مرحلة كبيرة في الوقت الحاضر؟ إيه أكيد. بالنسبة للطلبة لو جينا في هذه لو تحدثنا عليه ممكن تجيب مؤلفات. بالنسبة عندك الأستاذ حسن أحمد لحسن دحلي أحمد حسن دحلي مثلا على سبيل المثال. أوكي. والأستاذ صفاخ. أوكي. وناس كتار يعني ما علي أنا ما نقدر أن نتذكر ولكن أشياء كان لهم بصماتهم في كل شيء يعني الرجال الليبيا اللي كانوا ومنهم سفراء يعني حاجة يعني صراحة تشرف يعني. والطالب الإريتري صراحة في ليبيا بصفة عامة كان له تأثير كان يعكس نضالاته من خلال الجامعات من خلال المعاهد من خلال المدارس والنضال الإريتري بالمناسبة انتشر من خلال الطلبة في يعني في ليبيا صراحة لأنه الإريتريين كانوا موزعين في عدة مدن مش كانوا مكدسين في طرابلس فقط في العاصمة كما في الدول الأخرى أبدا. ما في دولة وما يعني ما في مدينة وما كان فيها يعني إريتري من القرب للشرق طبعا للجنوب. وهذا ساعد انتشار ومعرفة الشعب الليبي حتى الآن يعني طبعا لو تحصل أي ليبي يقول لك كان يدرس معي فلان يقول لك مثلا في أي منطقة من المناطق. وهذا ساعد انتشار القضية بالنسبة للإريتريين وهذا صراحة لها ميزة طبعا ميزة. أما بالنسبة لهم اللي هم بصمات اللي خلوا بصمات ناس كتار يعني كما ذكرت لك أنا نقطة ضمة وفي ناس كتار خالص بالنسبة لإنجازات صراحة عظيمة. لأنه سألتك هذا السؤال عشان الناس تعرف بس خريج الطلبة في من القاهرة مثلا لأنه في ناس مشهورين ودائما الناس تتحدث عنهم. أما أنا شخصيا كمان أعرف ناس كثيرة في أستراليا اللي جوا معانا في ثمانينات من ضمنهم دكاترة ومهندسين وحتى في الوقت القريب عندنا برضو أنت عارفهم يعني اللي جوا بعد الحادث في 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 ليبيا. ف يعني كان قصدي إنه ناس كمان تعرف إنه الطلبة في ليبيا مثلا زي ما ذكرت أستاذ دحلي من الناس المشهورين لكن ربما ناس كثيرة ما تعرف أنه هو خريج ليبيا. فده كان هدفي. فياريت لو كنت نبهتك على الأقل كنت تحضر بعض الأسماء يمكن نتطرق عليهم في الأيام هنا في المقابلات القادمة إن شاء الله. وطبعا الناس بتحكي لنا طلبة ليبيا اللي كانوا معانا هنا في أستراليا كان يحكوا إنه طلبة كثيرة نزلوا الميدان وبعض منهم يعني تخلوا عن الدراسة والتحقوا بالثورة في الميدان. يمكن نرجع
مرة تانية للوراء عشان نتكلم دور الجالية والاتحاد الطلبة أيام النضال مثلا. لو طرقنا في هذا لأنه ممكن حنلاقي بعض الأفراد اللي عايزين نتوصل فيهم, يعني إنه اللي خلوا بسمات في النضال الإريتري. بالنسبة حقيقة بالنسبة أي طالب تخرج من ليبيا ترك بسمة عن يعني بسمته في النضال في النضال الإريتري. وبالنسبة كيف ما ذكرت بالنسبة للطلبة التحقوا في منهم اللي التحق مباشرة بالثورة, وفي منهم اللي أدى الخدمة الوطنية لمدة سنتين وجمد دراسته ورجع ثم واصل دراسته ثم تخرج ثم التحق طبعا بالثورة. بالنسبة لل يعني دورهم كان عظيم ونشاطاتهم نشاطات كانت يعني مشهود لها. وطبعا على سبيل المثال يا محمد لو مشيت حتى في الدول الأوروبية ما في دولة أوروبية وما تحصل فيها خريج من ليبيا. بالنسبة لل كيف ذكرت لك بالنسبة لل كان لهم دور وكان بالمناسبة يعني كان يشهد لهم تاريخ, يعني حتى أنا الكلام اللي قاعد أقوله كلام ارتجالي وربما يعني ما عطيهم حقهم صراحة. يعني أنا لاحظت يعني إنه دولة ليبيا كانت تمنح الطلبة الكليات اللي ممكن الواحد ما أجنبي ما يدخلها في بلاد ثانية, زي كلية الطب مثلا والهندسة, كتار مثلا تخرجوا في هذا المجالات. وده يعني ونشكر الدولة الليبية بما قدمته للطلبة الإريتريين والإريتريا بصفة عامة. فطبعا نحن دحين بعد الاستقلال في ناس كثيرة يمكن تكتب عن هذا التجارب اللي كان في ليبيا, وكل ما عرفته أنا من أصحابي اللي موجودين معنا هنا في أستراليا هي الذكريات الجميلة اللي كانوا قضوها في ليبيا أيام الدراسة. لو ممكن في إضافة في هذا المجال ممكن أدي لك وقت قبل ما نمشي للسؤال الثاني آخر. بالنسبة صحيح لليبيا صراحة هنا يجب في هذه الحالة ممكن نوزة تاريخية عن علاقتنا بليبيا يعني كإريترا بصفة عامة. بالنسبة هنا يعني نتطرق طبعا علاقة ليبيا وإريترا طبعا علاقات قديمة هي, لكن العلاقات الحقيقية هي كانت بدأت من منتصف الستينات في المختلف واحتذاوة يعني بالتحديد 67-68. وكما قلت لك أول دفعة للطلبة كانت عام 1969. وكيف ما قلت بالنسبة للطلبة فعلا كانوا يجدون كل ترحيب وكان يخشوا اللي هو كليات فعلا ما كان يسمح بها إلا عن الليبيين. يعني أضف إلى ذلك مش للطلبة وبس, حتى هل تصور بالنسبة للعمال في طبعا في كل دولة عندها أحيانا تكون تعمل تخفيضات بالنسبة للعمال, فالعمال الإريتريين كانوا يستثمروا وكأنهم كانوا مثل العامل الفلسطيني كانوا يستثمروا من التخفيضات. هذا برضو تحسب بالنسبة للدولة الليبية للأخوة الليبيين صراحة. فما قدمته ليبيا بالنسبة للأبناء الوطن الإريتري صراحة نفتخر به ومساعدتهم في نضالنا ومساعدتهم في العدوان وياني, هذا كله له حسابات يعني, ولا زالت هذه العلاقة مستمرة إلى يومنا هذا وإن شاء الله سوف تستمر إن شاء الله. نتطرق في مشاكل الهجرة والمهاجرين والمهاجرون والمشاكل اللي يواجهونها, يعني أقصد الإريتريين اللي يجوا إلى ليبيا العبور إلى أوروبا ودول تانية. فإيش ممكن تقدر تقول لنا عن هذه المشاكل اللي تواجه الإريتريين في ليبيا؟ بالنسبة للنقطة هذه محمد, بالنسبة لظاهرة الهجرة أصلاً هو معروف بها أصبحت ظاهرة عالمية والإريتريون ليسوا استثناء يعني. ولكن للأسف بالنسبة لنا
أخذ الطابع سياسي بامتياز. صراحة نحن من خلال الواقع نقول الكلام هذا من خلال الواقع نعيشه يوميا. صحيح توجد أعداد يأتون عبر الصحراء وكيف ما عارف يعرضون أنفسهم بالمخاطر وأحيانا طبعا يقبض عليهم سواء كان في الصحراء أو في البحر ويدعون في السجون, وهذا شيء طبيعي لمن يأتي بهذا الطريق. فعندها يتحروا معهم الجهات المسؤولة في ليبيا يدعوا كلهم من قبض عليهم كلهم إريتريين. في هذه الحالة إيش اللي يحصل؟ السلطات الليبية طبعا عن طريق الخارجية تتصل علينا على أساس نحضر في مكان الاحتجاز ونتأكد من هويتهم ونشوف أحوالهم. في هذه الحالة عندما في هذه الحالة عندما نمشي عليهم ونشوفهم يتضح معظمهم من دول الجوار. أوكي. وأحيانا نجد أحيانا أفراد لا تربطنا بهم علاقة كثيرة نهائيا يدعون أنهم يلبيون. هذا في مشاكل طبعا بهذا ال... نعم. وكيف لما تزورون في 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 السجون كيف أحوالهم في السجون يعني كيف أحوال؟ طبعا نحن عندما نزورهم طبعا السلطات الليبية طبعا نستفسر منهم شنو المطلوب يقولون لها دوم. طبعا بعدما نفرز عن إريتريا خيط إريتريا طبعا وفي النهاية يخلونا طبعا هم طبعا في هذه الحالة يخلوهم اللي هو يكونوا اللي عاوز يعود إلى إريتريا عن في اختيار موجود هناك. يا اللي عاوز يقعد في السجن يقعد في السجن, اللي عاوز يمشي إريتريا يمشي إريتريا. هذه بالنسبة للسلطات الليبية. لكن المشكلة هنا موجودة اللي هو تتدخل الشؤون الهجرة هذوم التعيقين هذوم يتدخلوا في الوسط وهم يجوا يقولوا نحن مسؤولين منهم اللي هم ريد كروس مثلا دي ريد كروس والحاجات. ايوه اوكي ايوه بس ايوه ايوه. فهنا في هذه الحالة عندما نجيهم نحن يقولوا ان هذوم إريتريين لكن عاوزين ما عاوز يمشي اللي ما عاوز يمشي برا. طبعا نحن ما عندنا يعني ما في حد يجبر انه هو الرجوع هي طواعية. هذا الشيء متفق عليه. والبعض منهم حاليا يعني لما شافوا العملية فيها صعوبة وتعرضوا للمخاطر والتعذيب قرروا العودة الى إريتريا. وفعلا من بداية 2018 لغاية شهر 1 2020 السنة هذه في بعض منهم رجع والبعض منهم مجموعة كبيرة موجودة مفروض يسافروا شهر طواعية. طبعا هذوم اللي يمشي بالتعاون مع السلطات الليبية ومع ايكوم اللي هو بتاع اليو ان هم اللي يتكفلوا بكل اجراءات بالنسبة للسفر. نحن بس ما علينا الا ايش نجهز المستندات المطلوبة بعد ما نتأكد من هويتنا. ففي ناس يعني كثيرة صراحة لها رغبة في العودة وفعلا بدأوا في العودة من 2018 إلى شهر يناير 2020 نحن يعني رجعنا مجموعة كبيرة. وفي شهر 4 كان في أعداد مفروض تمشي لكن نتيجة للكورونا وعلاقة المطارات تأجل السفر. ولكن إن شاء الله بعد فتح المطار لأنه كل شيء جاهز تذاكرهم جاهزة ومسؤول وسائقهم جاهز في شهر 4 إن شاء الله. في شهر 4 اللي كانوا يمشوا إن شاء الله بعد فتح المطارات بإذن الله يعني هيرجع. في هذا الظروف اللي موجودين جائحة كورونا في أي خبر مثلا وصل إليكم أنه في أحد مثلا مريض من الإريتريين ولا؟ لأنه في تخوف كبير في كل السجون في العالم فمش في ليبيا وبس. فكيف أحوالهم هناك في أي خبر؟ لا حتى الآن ما في أي. نحن كما قلت لك نحن نزورهم باستمرار ونبقى الموجودين داخل تراولوس نحن نزورهم باستمرار ونتفقد أحوالهم لأنه في النهاية هم إريتريين يعني ما يكون لا يمكن أن نتخلى عنهم. نحن نقدم لهم كل ما يطلب حتى لو لقي أول. بالنسبة للكورونا هذه حتى الآن ما فيش. بالنسبة للأمراض الثانية حتى إن وجدت ونبلغ الجهات الرسمية نقول لهم راو في المواطن هاي تعبان
وضرورة عملوا له على الأقل يودوه المستشفى و يعني عمل في كشوفات. وفعلا الأخوة الليبيين يعني فراغا يعني صراحة متعاونين معنا و ويعملوا ما هو المطلوب. يعني بالنسبة في داخل طرابلس حاليا حتى في خارج طرابلس حتى المناطق الأخرى حتى الآن ما في أمراض مع من هذا. ونحن كما قلت لك نقدم لهم كل المساعدات المطلوبة. كلام جميل سعادة محمد آدم. في الأخير إحنا وصلنا طبعاً نحن تكلمنا معك عشان نتعرف عليك أول، وده لقاء لقاءنا الأول هو، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات تانية. فقبل ما ننهي هذا البرنامج يمكن تدينا أي معلومات تانية لو عندك مثلاً أو حاجة إضافية عايز تقولها؟ بالنسبة لل كذا ما في حاجة كذا جديدة، كل ما في الأمر ما كله ما أقول. وبس إن بالنسبة لجاليتنا بس أتمنى الموجودة في ليبيا يعني أتمنى أن يلتزموا يعني بالتعليمات. وأقول لهم في الختام المزيد من العطاء كما في السابق لنفشل كل المخططات التي تحارب ضد الوطن. شكرا سعادة القائم بالأعمال في السفارة الإريترية في دولة ليبيا السيد محمد آدم. إن شاء الله نلتقي بك مرة ثانية ويكون لنا يمكن لقاء واسع بإذن الله. شكرا شكرا شكرا. مع السلامة. المشاهدون الكرام لقد انتهت هذه الحلقة. ضيف البرنامج كان معنا سعادة القائم بالأعمال في السفارة الإريترية في دولة ليبيا السيد محمد آدم. استودعكم الله. السلام عليكم.